السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا دائما مع النهايات دالة عددية. إذا نبدأ بالنهاية الأولى، لا ليميت دو جوج إكس كاري زائد إكس على واحد ناقص إكس كاري إكس تونفير أ واحد بلوس. التعويض المباشر أشنو غادي يعطيني؟ إذا كنعوضو إكس بواحد، جوج في واحد كاري زائد واحد على واحد ناقص واحد كاري. إذا غادي يعطينا جوج في واحد هي جوج، جوج زائد واحد ثلاثة على زيرو. إذا هنا خصنا نعرف هاد الزيرو واش هو زيرو بلوس ولا زيرو موان. إذا كي غادي نعرف، كاين واحد الطريقة سهلة كندير فيها جدول الإشارة، لو طابلو دو سين. لو طابلو دو سين ديال واحد ناقص إكس كاري. إذا هاد واحد ناقص إكس كاري إلا درت لها الحل فغادي تلقى بأن إكس كاري كتساوي لنا واحد. إذا إكس كاري كتساوي لنا، إذا إكس كتساوي لنا واحد، و إكس إيكال ناقص واحد. إذا عندها حلين، يعني ناقص واحد و الواحد. إذا أضغواص ديال أولا خارج الجذرين كتكون إشارة أ. إشارة أ هو هذا المعامل ديال إكس كاري اللي هو في هذه الحالة هنا ناقص واحد. إذا موان هنا بلوس. إذا حنا كنحسبو النهاية على اليمين دو واحد، هنا على اليمين دو واحد هاد ليكسبغيسيون هذا نيجاتيف، إذا غتعطيني زيرو موان. إذا شنو غادي ندير؟ قلنا لا ليميت ديال واحد ناقص إكس كاري في الواحد بلوس إتيكال زيرو موان، إي لا ليميت ديال جوج إكس كاري زائد إكس في الواحد بلوس إتيكال كيما عودنا قبيلة كتساوي لنا تلاتة. دونك لا ليميت ديال جوج إكس كاري زائد إكس على واحد ناقص إكس كاري في الواحد بلوس إتيكال تلاتة على زيرو موان، هي موان لانفيني. تلاتة عدد موجب، زيرو موان سالب، إذا موان لانفيني. ندوزو دابا للمعادلة الثانية، لا ليميت ديال إكس ناقص إكس كاري على راسين دو إكس. بنفس الطريقة غادي نديرو التعويض وغادي نشوفو شنو غتعطيني من بعد. إذا كنعوضو إكس بزيرو، إذا زيرو ناقص زيرو كاري على راسين دي زيرو، يعني زيرو على زيرو. إذا هذا فورم انديتيرمين، شكل غير محدد. إذا شنو غادي ندير؟ غنحاول نبسط هاد الشكل غير محدد. إذا ممكن ندير الفاكتوريزاسيون في البسط، غادي يعطينا غنعمل بإكس غيبقى لنا واحد ناقص إكس، ولتحت غيبقى لي راسين دو إكس. إذا شنو غادي نديرو هنا؟ فغنحاولو نحيدو داك الجذر اللي كاين في المقام. إذا باش نحيد داك الجذر خصني نضرب في المرافق، يعني في ليكسبريسيون كونجوغي. إذا المرافق ديال جذر إكس هو جذر إكس، إذا كنضربو جذر إكس. إذا لا ليميت، إذا جذر إكس في جذر إكس هي جذر إكس مربع. إذا إكس عامل واحد ناقص إكس جذر إكس، جذر إكس مربع كتعطينا إكس، جذر إكس مربع كتساوي لنا بشكل عام القيمة المطلقة ديال إكس، ولكن مادام إكس تونفير زيرو بلوس فا إكس بوزيتيف، يعني كتساوي لنا إكس. إذا لا ليميت ديال إكس واحد ناقص إكس راسين دو إكس على إكس في زيرو بلوس، دونك نسامبليفي بار إكس. إذا شنو تبقى؟ تبقى لنا لا ليميت ديال واحد ناقص إكس راسين دو إكس في زيرو بلوس. كنعوضو، إذا واحد
ناقص زيرو في جذر زيرو، واحد في زيرو إذن هي زيرو. دابا آخر نهاية، إذن غادي نديرو كذلك التعويض المباشر، ليميت ديال جوج ناقص إكس غاسين دو إكس على إكس ناقص جوج في الدو بلس. إذن إلا درنا التعويض فغادي يجيني جوج ناقص جوج الجذر ديال جوج على جوج ناقص جوج، إذن غيجينا صفر، جوج على صفر، إذن صفر على صفر يعني هذا فورم أن ديتيرمين، إذن فخصني نحيد هاد الفورم أن ديتيرمين. إذن لاحظوا معايا بأن حنا عندنا جوج ناقص إكس وحنا عندنا إكس ناقص جوج، إذن شنو غادي ندير؟ فبشكل عام حنا كيكون عندنا جذر أ على بي، إلا كان أ و بي بوزيتيف كيمكن لي ندير جذر أ على جذر بي، إلا كانو نيجاتيف راه مايمكنش. دابا ناقص ثلاثة على خمس على ناقص خمسة، هاد الكتابة صحيحة لأن العدد الداخل راه موجب، سالب سالب موجب، ولكن ميمكنليش ندير جذر ناقص ثلاثة على جذر ناقص خمسة. في الحالة ديالنا ممكن، علاش؟ لأن إكس سأول إلى دو بلوس يعني إكس أكبر قطعا من الصفر، بالتالي لبسط المقام عددان موجبان. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير لا ليميت ناقص إكس، غادي ندير جذر إكس على جذر ديال إكس ناقص جوج. إذا دابا غادي نضربو في المرافق ديال المقام، في لو كونجوغي ديال راسين ديال إكس ناقص جوج، إذا هو الراسين ديال إكس ناقص جوج، إذا جذر إكس مضروبة في الجذر ديال إكس ناقص جوج على الجذر ديال إكس ناقص جوج في الجذر ديال إكس ناقص جوج. إذا لا ليميت، إذا الجذر في الجذر هي الجذر المربع، وعندنا جوج ناقص إكس جذر إكس جذر إكس ناقص جوج. إذا الكاري غيمشي مع الجذر، كيبقى لنا جوج ناقص إكس، إذا لا ليميت، إذا غيبقى لنا لتحت إكس ناقص جوج. إذا انتبهوا، هنا عندنا جوج ناقص إكس وهنا عندنا إكس ناقص جوج، إذا شنو غادي ندير؟ فغادي نعمل هنا بناقص واحد، إذا باش ترجع عندي ناقص إكس ناقص جوج، ناقص إكس ناقص جوج، إلا حيدت الأقواس غترجع هي ناقص إكس ناقص مع ناقص زائد، إذا زائد جوج، إذا هي جوج ناقص إكس، إذا نفس التعبير، إذا جذر جذر إكس ناقص جوج. إذا أون سامبليفي باغ إكس موان دو، إذا غادي يبقى لي ناقص جذر إكس في الجذر ديال إكس ناقص جوج. نديرو التعويض، ناقص جذر جوج في الجذر ديال جوج ناقص جوج، إذن هي ناقص جذر جوج مضروبة في صفر، إذن تساوي زيرو.